بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية شكر إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب فيها سموه عن بلغ الشكر على ما بذله سموه من جهود كبيرة توجت بتنظيم ومشاركة متميزة لإنجاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية والتي عقدت بجمهورية مصر العربية الشقيقة تزامنا مع قمة قادة العالم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته 27 راجيا سموه حفظه الله بأن تتضافر كافة الجهود لتدعيم وتعزيز التعاون الدولي في المجال البيئي وأن تحقق قرارات وتوصيات القمة أهدافها المنشودة التي تتطلع إليها جميع الدول المشاركة من أجل حياة أفضل وأكثر استدامة وأمنا لشعوب الدول وأجيالها القادمة. كما عبر سموه حفظه الله عن أصدق تمنياته بموفور الصحة والعافية سائلا المولى القدير أن يكلل بالتوفيق جهود سموه الدؤوبة لخير ورفعة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.